البرلمان وضعها ايه. المهندس مجدي ملك عضو لجنه الزراعه في البرلمان. باشمهندس صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيوفك الكرام، يا اهلا بيك، وتحياتي للشعب المصري، كل سنه وهم طيبين. وحضرتك كل طيب، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وانت طيب يا استاذ. كنا عايزينك تبقى معانا بس احنا عارفين في اعياد ومناسبات ولونج ويك اند. شرف ليا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. سياده النائب، صحتك طيبه يا فندم. لجنه الزراعه في البرلمان وضعها ايه بقى في كل اللي احنا فيه ده؟ احنا مش عايزين الموضوع يوصل لازمه، واحنا مقدرين جدا انه الفلاحين زي ما استاذ نوبي وضيوفي بياكدوا لغايه اللحظه رافضين التوقف عن التوريد، لان هم مش عايزين يعملوا ازمه، ولان ده في النهايه يعني اكل عيشهم برضو، فمش عايزين يتاذوا ولا ياذوا الغير ولا يسببوا اي ازمه في الدوله. لكن لازم حل فوري يا فندم للموضوع ده، ويبقى في حل يا فندم، في تنميه يعني، في نظره فيها بعد شويه، عشان لتاني سنه دلوقتي وقفنا برضو، جينا في يناير وعطلنا عند موضوع تسعير سعر الطن وتوريده للمصانع. اتفضل يا فندم. لا، هو بكل تاكيد ان البرلمان المصري والحكومه المصريه ونقابات الفلاحين اللي موجوده حريصين على الفلاح المصري، وحريصين على ان الفلاح يحصل على حقه كاملا. ولكن احنا نتكلم بمنتهى الموضوعيه. احنا عندنا تكلفه حقيقيه للفدان تصل الى 26,000 جنيه. وعندنا متوسط انتاج بيصل الى 40 طن للفدان الواحد. 40 طن للفدان الواحد. ده متوسط الطن، متوسط الانتاج. احنا عملنا التكلفه دي، وحدث تواصل بيننا وبين الحكومه المصريه، وكان هناك اجتماع مع رئيس البرلمان ورئيس اللجنه مع وزيري التموين ووزير الزراعه، والهدف الاساسي الوصول الى السعر الامثل اللي يحقق سعر مجزي للفلاح المصري عشان يشجعه على الزراعه. وايضا عندنا حاجه تاني، عندي السعر الامثل ده يا سياده النائب، ايه المعايير اللي بضعها في اعتباري وانا بحاول اسعر السعر الامثل ده؟ يعني انا استاذ النوبي شرح تكاليف الانتاج بالظبط بالفلوس بالجنيه. في ثلاث عوامل يجب ان نضعهم في الاعتبار. العامل الاول هو سعر تكلفة الفدان، تكلفة الإنتاج. متوسط الإنتاج السعر العالمي، لأني أنا النهاردة منتج السكر ده منتج بيباع ل 95، يعني إذا قلت إن المستفيدين من ارتفاع أسعار القصب هم 5% مثلا من الشعب المصري، فأنا عندي 95% تاني هياخدوا المنتج اللي هو السكر، والسكر ده مرتبط بأسعار عالمية. الاسعار العالميه بكل اسف الشهر اللي فات انخفضت، وده اللي عمل الربكه اللي احنا فيها. صحيح. نتيجه انخفاض الاسعار العالميه. اه يا فندم، بس هو واضح ان انا عندي يعني برضو ما تزعلش مني يا سياده النائب، هو واضح ان انا عندي مشكله برضو في الفكر والاداره، لان انا في السنه اللي فاتت في نفس التوقيت برضو حصل عندي مشكله. وعطلنا في النص وقفنا، طب دور البرلمان، طب دور الحكومه، طب الزراعه تعمل ايه، طب التموين، طب الفلاح طالب ايه؟ يعني ليه يا فندم انا ما اجيش من 3 4 شهور فاتوا يعني ابقى عارفه ان انا مقدما عندي يناير موسم التوريد بيبقى سعر علينا استاذ، بيبقى سعر السكر العالميا غالي عن كده في الوقت ده بقى. حط سيناريوهات يا فندم، حط سيناريوهات يا استاذ مجدي. بيبقى سعر ما بيحطش السعر النهارده على انه بيحطه النهارده عشان السعر الاعلامي نزل، هو سعر الاعلامي بينزل. احط سيناريوهات يا حاج مجدي، لكن ما سيبش الموضوع يوصل كده ان انا مشكله عندي. اقترحنا في لجنه الزراعه ان سعر التوريد القصب يكون على السعر العالمي، وبرضه رفضوا. احنا اتفقنا فندم ان هتكون الزياده على مرحلتين. هذا العام سيتم الزياده بشكل، عشان انا النهارده عندي مشكله وعندي معادله لازم احققها، اني انا النهارده لو زودت التكلفه على المنتج المصري هيحصل اغراق عندي. صح. من المنتج المستورد وسعر السكر والمصانع ما تعرفش. صحيح. صح. زي ما حصل عندي في السنتين 2014 و2015 وحصلت عندي ازمه في 16. قولها له. فاحنا يا مجدي بيه، يا مجدي بيه، يا مجدي بيه، بس الدولة المفروض تعمل حماية للمنتج المصري برضه، مش جاية تعمل إغراق يعني. أيوة، مع نظام التسعير برضه هو جزء من الحماية. مش شرط، لا، نظام التسعير جزء من الحماية. هي لا، ما هو برضه بس السعر لما أجي أستورد من بره عشان ما أضربش المنتج بتاعي لازم أعمل حماية عليه. لا لا، ما هو مش حكاية يا فندم، حضرتك بتتكلم صح. طيب. وهو ده بالفعل ممكن. طب أنا عندي بس ضيفي أستاذ النوبي عايز يوجه ليك حاجة، وعايز برضه أسألك في حاجة يا فندم. كان معايا أستاذ مظهر عيسى حالا على التليفون، الحقيقة قال كلام مهم جدا، يعني أهم حاجة يمكن دي اللي هناقشك فيها. هو بيتكلم إنه الحكومة
لم تفي بوعدها، وانه دوله رئيس الوزراء السنه اللي فاتت قدم ثلاث وعود للفلاحين ما تنفذش منها ولا حاجه، وبيتكلم في انه اين الثقه بعد كده والفلاح يثق. انت بيقول بس ايه هي الوعود عشان احنا نعرف نحاسب. اتفضل يا استاذ نوري، الثلاث شروط يعني ايه اللي حطيتوها السنه اللي فاتت ولم تنفذوها؟ انت كنت معانا يا استاذ مجدي السنه اللي فاتت ولا نسيت؟ اه طبعا طبعا. طيب مش قعدنا على ترابيزه المفاوضات وتكلمنا بعدم المساس بالاسمده وعدم المساس بالمحروقات وعلى ان تتم الزياده العام المقبل؟ تمام يا فندم. طيب يا باشا يعني ما انت كنت موجود وكنا موجودين، واللجنه بتاعتكم ما شاء الله فتحنا على طول الباب وبنتكلم ده مكانكم وده بيتكم طبعا. ربنا يخليك يا مجدي بيه. احنا بتكلم على فكره، على فكره احنا بنتكلم في قصة، وإحنا يعني راعيين ظروف الدولة وعاوزين نراعي ظروف الفلاح الاثنين. يعني إحنا مش عاوزين نضغط على الدولة ومش عاوزين نضغط على الفلاح ويطلع بلا مكسب، عاوزين نوسط الأمور شوية يا مجدي بيه. وهو ده، هو ده السبب في تأجيل القرار لحد النهاردة. نعم. لأن بالفعل الأمر بيتم دراسته بعناية شديدة، لأن الفلاح المصري هو عصب الاقتصاد وهو مؤثر بشكل كبير في الحياه، في الحياه. طب احنا بس يا سياده النائب يعني بنوصيكم في البرلمان في لجنه الزراعه خيرا، يعني انا عارفه ان انتوا اكيد يعني مينلي او يعني بشكل اساسي عملكم على التشريعات والقوانين وحمايه الفلاح وما الى ذلك، بس بنوصيكم خيرا لانه الحقيقه انا طول الوقت عندي شكوى من الفلاح انه الدوله لا تنظر له وللمصاعب اللي بيتعرض ليها والغلاء الاسعار اللي بيتعرض ليه. حضرتك الفلاح وده بيحصل المصري في الرز، بيحصل في السكر، الفلاح المصري اتظلم، حصل في القطن قبل كده زمان لما الصناعه خربت، يعني بس انه مهمش. 40 سنه هذا القطاع بالفعل تم تدميره نتيجه سياسات خاطئه ونتيجه اجراءات خاطئه من قبل الحكومات المتعاقبه، واللي بيجنيه الفلاح المصري ليس نتيجة السياسات الحالية فقط، ده الأمر ده موروث بقاله سنوات. احنا طيب النهاردة بنصلح ما أفسده الدهر. طب خليك معايا ست النائب من فضلك، أنا معايا كمان هاتفية المهندس حسن كامل العضو المنتدب لشركة النوبارية. يا أهلا بحضرتك يا باشمهندس. يا أهلا.